أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بيير أن ما يهم واشنطن هو إنهاء الحرب في اليمن، وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرحب بأي جهود توقف التصعيد في الشرق الأوسط. نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا أحد الأسباب التي دفعت الرئيس إلى أن يسافر خلال الصيف كما رأيتم لإجراء تلك المحادثات. وقف التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع هما الركائز الأساسية للسياسة التي وضعها الرئيس بايدن خلال زيارته إلى المنطقة. لذا مرة أخرى، من الواضح أن وقف التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية، وهو يرحب بذلك.